مرة أخرى يعود الجدل بشأن الفراغ الأمني في محافظة عدن إلى الواجهة بعد أن شهدت المدينة سلسلة أحداث كان آخرها المواجهات التي اندلعت في محيط مطار عدن الدولي جنوب البلاد. وشهدت المدينة توترا كبيرا وتحليقا مكثفا لطيران التحالف العربي في سماء المحافظة بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية والقوات التي كانت تتولى تأمين المطار الدولي تحت مسمى الحزام الأمني. الاشتباكات التي أثارت هلعا أوساط السكان جاءت بعد طلب ما يسمى بقوات الحزام الأمني توجيهات رئاسية واضحة بتسليم مهام حماية وتأمين المطار لقوات تتبع الأمن الرئاسي مباشرة. وشهدت المناطق المحيطة بمطار عدن الدولي شللا تاما جراء الاشتباكات التي اندلعت في ساعات الفجر الأولى ولم يعرف إن كان هناك ضحايا. وتترقب المحافظة اجتماعا يضم قيادات عسكرية وأمنية عليا في الدولة لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة، خصوصا وأن الجانب الأمني ما يزال هشا في العاصمة المؤقتة بعد عودة الرئيس وحكومته المتواجدة في عدن منذ عدة أشهر.